بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذا فورد تيربو يمشي يعني يمشي الفورد الأنسيان كلهم يعني أندورا هذا يسموه أندورا دي او يعني يمشي كل الاسكورت ويمشي المونديو ويمشي فيستا ويمشي عدة أنواع يعني يسموه 1.8 تيربو هذا يسموه 1.8 تيربو. أعطيكم فكرة عن المكونات نتاعو. هذا هنا عندنا هنا القطاع نتاع الكلاس نتاع الوش السيلندر هنا مصب الزيت هذا عندنا من هنا البخاخات اللي هم الانجكتيرات 4 بخاخات يعني عادية خاطر مضخة عادية تحت منهم الشمعات 4 شمعات تحت المضخات تحت البخاخات هذه المضخة طبعا عادية ما فيها شيء عادية كالمضخة يعني عادية يسموها اكسلاتير بالكابل فيها ريجلاتير ديرونتي وفيها مانو هذي الحساس نتاع التخديم والتسكيت فيها ستارتير اوتوماتيك زاد كيفيف هذي يمشي بالترموستات يسموه ستارتير اوتوماتيك في هذه مقياس الزيت هذه مضخة الهواء نتاع الفرامل هذه تهز الهواء الفرامل سموها بومبا فيت مضخة الهواء هذه البرف التبخير اللي هو رينيفلير شفتوه رينيفلير كاش اذا كان جا واطي لوطا يعملوا له مكان باش يرجع الزيت للخزان شفتوه ولا يمكن باش يمشي باش ياكل المحرك ديما يعملوا له ترجيع للخزان اللي من بلفق التبخير هنا هذايا المشغل اللي هو الدمرير هنا من تحت هذه وجود الترموستا ودخول الماء والخروج هنا مكان مضخة الدراولك اللي هي نتاع السيستي هنا الكارتير اللي هو خزان الزيت من هذايا الانفلير الثاني اللي هو باش تنفخ تسبيري منه البومبوفيت من هنا هذايا حساس الزيت ها شوفوا بلف التبخير الاخر وين حاطينه بلف التبخير الاخر حاطينه من تالي هذا هو هذا كيف يمشي للادميسيون ديريكت من هنا عندنا هذه التيربو نتاعها هذه المضخ هذه الالكتروفان نتاع التيربو الممبران نتاع التيربو طبعا هذه الجير اللي هو البوات هذه مكان الخيط نتاع السرعه نتاع البوات هذه لان يعني هذه عاديه مش عندنا هنا هذه كيف رجوع الزيت شفت رجوع الزيت من التربو للمحرك للخزان ويجيه من هنا من المضخة نتاع المضخة نتاع الزيت عن طريق التوب خاص يجي من الفلتر نتاع الزيت من حتى الفلتر نتاع الزيت يمشي للتربو يمشي التربو من التربو ينزل يمشي للكارتير يمشي للمحرك من الوطن عندنا هنا حساس التخديم اللي هو كابتور ديماراج بي اتش ام ان عندنا هنا المبرد نتاع الزيت اللي هو ريفريجيرون يدخل له الماء ويخرج منه عندنا هنا فلتر الزيت اللي مكان نتاع عندنا هنا اللي حامل المحرك اللي هو السيكور عندنا هنا الجيار هذايا الجيار نتاعو جي من لوطا جيار عادي عندنا طبعا هنا الراديتير نتاع التيربو هذايا يسموه راديتير تيربو يعني منه فيه منه يخدم كولكتور ومنه يخدم راديتير نتاع التيربو يعني عاملين الراديتير نتاع التيربو هنا طبعا عندنا كاتينة اللي هي السبتة او الحزام فيها الدفافات هذو نتاعها اللي يتكوا عليها بشبشي وفيها مضخة الماء تدور مع الكاتينة مضخة الماء هذه مضخة الماء نتاعها وهذه مضخة الديزل عندها حتى كاتينة نتاعها هنا عندنا مضخة اخرى نتاع او اربراكام تلقاها احيانا فيه مربوط فيه اربراكام ومربوط فيه مضخة الزيت احيانا عندنا هذه البولي الكبيرة هذه المكونات نتاع المحرك هذايا محرك يعني نظيف باش نركبوه للسيارة ونديما نخدموه نحاولوا نخدموه لبرا قبل ما نركبوه في السيارة توا باش نوريكم كيفاش نخدموه طبعا باش نخدموا المحرك كالعادة نحضروا بدون مازوت يعني نحضروا ديزل أول نخدموا به وعندنا هنا الدخول وعندنا الخروج الدخول ديما تعرفوا تلقاه جهة الخراطيم هذوما جهة السيبات نتاع الانجكتيرات يعني جهة الراس هذا يسموه راس الطومبا هذا الرسم تاع الطومبا اللي خرج من المنظور ديما الدخول تلقاه من هنا هذا المانو هذايا وهذايا الخروج
ونحضروا بطري باش نسخنوا للشمعات ونحطوا للديزل ونخدموا. شو رايك في المزور؟ ها هو ايش دمري؟ هذه نحضروا كيما مضخه كيما هكا يكون افضل. نحطوا لها الدريج نتاعها في المضخه ما هيش المضخه هي هنا. هذه باش نضخوا مازوت والرجوع نحطوه في هذا باش يرجع للخزان نتاع النفط اللي حطيناه. هذه ندخلها شوية مازوت تتعبى ونجوا للبطري. هذه حضروا جوج خيوط، حضروا الخيوط الثالث واحد زايد واحد ناقص، واحد يجي في الستارتر في الدمرات، واحد يجي في الماس. نحضروا خيط للكومبا باش نفتحوا يعني كونتاكت، هذاك كيما الكونتاكت يسموه، نفتحوا به وناخذوا خيط من الدمرات يعني للريلي من البطري للريلي نتاع الدمرات باش نخدموا به. سخنوا توا الساعة الشمعات قبل، عملوا تسخين للشمعات، نحطو لهم تسخينة شوية، نحطو خيط من البطارية من الزايد حتى للشمعات، سخنوا، ومن بعد نعمل مضربة دمرار بالليل. نجم نخلوه يخدم معايا ماين حتى 5 دقائق من غير ماء ما اكثرش ونسكتوه. هاي شفتوه هنا كيف كان يخدم، ما شاء الله الموتور صوته ممتاز جديد. ان شاء الله تنفعكم حركة هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كأنه بنزين. هناك كيف ما نعرفش. يعني نجم نخلوه يخدم معايا ماين حتى 5 دقائق من غير ماء ما أكثرش. ونسكتوه. هاي شفتوه هنا كيف كان يخدم، ما شاء الله الموتور صوته ممتاز جديد. ان شاء الله تنفعكم حركة هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.